جربت تلعب ببجي على الحقيقة؟ ببجي اللعبة ده فيديو انتشر من المعارك الروسية الأوكرانية، متصور بالدرونز، عاش معاه جمهور السوشيال ميديا تجربة المعركة وكأنه في قلبها بالظبط، كأنك في فيديو جيم ببجي أو كول أوف ديوتي. معارك شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة نوفوغرودوفكا. لقطات الدرونز أظهرت تكتيكات حرب الشوارع اللي استخدمها الجنود الروس في التصدي لهجوم مضاد من القوات الأوكرانية. تعالوا نشوف ازاي تفاعلت السوشيال ميديا مع الفيديوهات دي، وخلينا نبدا مع حساب باسم بوتس. بوتس قال شوارع اوكرانيا بقت زي ساحه لعبه حربيه، حط هاشتاج ببجي. كمان كان في حساب تاني كان قال الدرونز وثقت المعركه كانك في لعبه اكشن.